أنا أبدع. الإبداع هو النظر للأشياء المألوفة لكن بطريقة غير مألوفة، ونحن في هذه الحلقة نحتفي بالإبداع من حيث الكتابة الأدبية وخاصة في مجال الفلسفة، ومعنا الفيلسوفة العالمة لوجين بالقاسم. أنرت البرنامج. متشرفة جدا بحضوري هنا ونحب نشكركم مرة أخرى، وأيضا نحن نشكر الأستاذة نجيبة حابلي التي صاحبتك إلى الإذاعة وتعبت كثيرا في هذا الصباح في السفر. أستاذة نجيبة، أنت مثل الأستاذ المتميز ودائما تشرفين جميع الإذاعات وجميع الأماكن التي تحلين بها، أهلا بك. يعيشك يا ميسا ولك جزيل الشكر. التعب في للقائكم يهون يا ميسا. شكرا. وفرحانة برشا أني التقيتك اليوم، أني التقيت صديقي العزيز عبد المجيد فرحات. نعم، وثلة من زملائي الصحفيين والإذاعيين. إن شاء الله حلقة تتعدى مزيانة، وإن شاء الله يستمتعوا بها المستمعين الكل، وإن شاء الله تكون حلقة لطيفة للجميع. نعم، نشكرك أستاذة نجيب على هذه الكلمات المتميزة والمحفزة جدا لنا، لأننا نسعى دائما لتقديم الأفضل للمستمعين والاستضافة من يكونون في مستوى راقي. ولوجين كتبت الكثير من النصوص المتميزة وفازت بعدة جوائز، لو تقدمين لنا نفسك. اسمي لوجين بن قاسم، عمري 17 سنة، نقرأ 3 سيونس في ليسي بيلوت سليانة، مشاركة بالكتاب الجماعي التونسي رشمة بنصين بالدارجة التونسية. كان لي شرف المشاركة في الملتقى الوطني للإبداعات الأدبية بالوسط المدرسي ل 2021، حين فزت بالجائزة الأولى وطنيا في مجال الخاطرة. نعم. بنصي متى يكبر فينا الماء. نعم، اختصاصك علمي من الناحية الدراسية، لكنك تكتبين الأدب، تكتبين في المجال الأدبي، ماذا تريدين أن تقدمي لنا في فقرة أنا أبدع؟ حقيقة أريد تقديم النص الفائز في المسابقة الوطنية، لأن وقعها كان رائعا على شخصيتي، لأن الأصدقاء الذين قابلتهم هناك كانوا بجد رائعين، لذلك نعم. أحييهم بهذا النص. نعم. متى يكبر فينا الماء؟ تفضلي. غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر، فيا يونان، على وقع هذه الكلمات هاجت أمواج الأرق على صفائح عيني وماجت لترمي بالقلم بالدفتر وذكر الليالي على صخور النور، نور الحب الإلهي. هل سمعتم يوما عن صخور النور؟ لن تسمعوا عنها إلا عندما تشققونها بموسيقاكم صلابتها. اتبعوني، اخلعوا النعال عند بلوغ عتبات السماء، قد تصابون بالجنون وأنا لا أريدكم أن تفروا من قبضة القدر. غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر، ليلة ليلة يا صبر سوف تطول بنا الليالي، طهرا طهرا يا إله واغسل مهجتي بنور حبك، قطرة قطرة يا ماء سوف تكبر فينا، تراه يوما يكبر الماء فينا. ولم أستفق من غفوة مقصرة إلا عندما غمر الماء جسدي وتسلل إليه، يوقظ حواسي ويداعب فيا قشعريرة جلدي المخضب بالجراح. ابتدأت رحلة المياه معي باكرا اليوم، إذ غلبني النعاس فسبقت بالاغتسال قبل مغيب الشمس. تبتدئ رحلة الماء على سمت بدني في الصبح وينتهي دربه مع انتهاء عمل الشمس. كررت بعدد مرات مداعبة الماء العبارة الشهيرة، للرحلة ابتدأت وللدرب انتهى،
ولكني اليوم أتعقب آثار الماء يحفر حفرا على جسدي، أتقصى خطواته التي ابتدأت منذ أزمنة غير قصيرة، ابتدأت دون سابق انذار. ثم ضحكت في سخرية، غبي هو الماء، من أذن له بابتداء رحلته؟ ضحك مني هو الآخر في خرير مسترسل مريب. انقبض صدري وحينها أيقنت أن رحلتي ابتدأت أنا أيضا دون سابق إنذار. ابتدأت ولما أعد حقيبتي، أدباشي وحكايات الليالي الصيفية، وسادتي وعبراتي التي فيها خبأتها، قلمي الأسود ودفترا من خربشات سوداء أيضا. ابتدأت الرحلة دون أن أتفحص خصلات شعري أمام المرآة، دون أن أصرخ في وجهي وأغادر. أستلقي شعر ملطخ بالماء، عينان علقتا بالسقف الأبيض، كلمات علقت بالجدران، أنفاس متسارعة عند قراءتها، أنفاس تتسارع لتلتحق بالهواء الخارجي. لسعتها حرقة فؤادي، تتحرر مني بشهيق وزفير متمازجين، وترديني طريحة على فراش شائك، على مصطبة الوجود تلقيني لأسمع فرقعات الفراغ. هنا على حافة الوجود متمسكة برقيق حبال الذاكرة، أقعد وألطم خدي، غابت عني هويتي، خارطة تيهي، غابت عني أرقامي المفضلة ولوني المفضل وفناني وممثلي وأكلتي وتاريخي وبلدي وردائي المفضلون لدي. ذهب عني غطاء المبادئ الذي تسترت به مرة، تعريت أمام مرآة مكسورة الخاطر مشققة الوجه. ضحكت مني نفسي التي ظننت أني وجدتها، أني أحكمت وثاقها وزعمت أن لن أفلتها، وفعلت غداة ليل طويل أفلتها. جميلة هذه الخاطرة، وصوتك الشاعري أضفى عليها جمالا أكثر. ويعني ماذا أردت أن تبلغي من خلالها؟ هل أردت أن تعبري عن المشاعر التي تشعرين بها، أم أردت أن تبلغي شيئا آخر؟ في الحقيقة أنا أكتب للمشاعر، أكتب وأعبر عن مختلجات صدري. في الحقيقة هذه الخاطرة ليست كاملة لأن النص طويل طويل جدا. نعم. ولا أريد أن أضجر المستمعين الكرام، لا يضجرون من هذا الإبداع، وخاصة مع هذا مع هذه القدرة. شكرا. على الإلقاء. هل تشعرين بالضياع أحيانا كما كتبتي في الخاطرة، أم أنها خاطرة مستقلة عنك؟ لو لم أشعر بالضياع يوما لما كتبت هذه الخاطرة والعديد من الخواطر التي أحاول من خلالها أن أجد ذاتي، وهذا مرامي حقيقة. هل وجدت بعض ذاتك هنا؟ أحاول. يقول محمود درويش: على الروح أن تجد الروح في روحها أو تموت هنا. لا. نعم. لا أريد الموت اليوم. نعم. ما زلت أريد أن وأنت أجد. وأنت في إذاعة الحياة، لماذا تموتين؟ وهو طبعاً الإبداع الإبداع يظل حياً ويحيي كل من يبدع. هل أكيد. لديك إبداع آخر تريدين تقديمه؟ في الحقيقة هذا نص حديث القمر. نعم. شاركت به كضيفة شرف في الملتقى العربي لمصطفى عزوز. نعم. في دورته 12 أظن السنة الفارطة. نعم. فيه شيء من تعريفي بنفسي: حديث القمر، أنت لعروق الذاكرة في تجاويف النسيان، أين عت ياسمينة بين شقوق الصبابة وفاح أريجها هوى وعشقا، حتى فوقها عندليب سرق منها تراتيل شذاها وحملها إلي في عتمة الليل، حملها ألحانا تهمس في أذني كالحنين، تنشر إيقاعاتها على حبل نياطي والوتين. من ثم خططت على هامش الأوراق بعض الشعور، نقشت بندى الحبر والدمع حروفا خجلة تتربع فوقها النقاط وجلة تحذوها الفواصل متكورة،
لا أنكر أني كنت أخشاني، وكنت أخشى تراتيل العندليب على وجداني، لذلك خططت حروفا تخشى هي أيضا، تخشى الوجود، تخشى أن تكون، تخشى أن تعانق الأوراق، تخشى أن تحيض حبرا. ولكن الليل كان طويلا طويلا، إذ هجر النعاس أجفاني وتربع على عرشها السهاد. ماذا دهاني؟ ماذا عساي أفعل؟ وماذا تراني أصنع؟ أشعر بشيء يحول بيني وأنفاسي. حينها رتل القمر: حرري فيك الكلمات، أما فككت بعد لجام الآهات. تحممي بنور الإله، فقد فاحت رائحة نتنة من فؤادك، لا ريب في أن مصدرها الكلمات المتعفنة الراسبة هناك. تعطري بشذا الأحلام، واصبري أغوار الإلهام. رددت متعثرة: من نحن؟ من نحن؟ من نكون يا قمري؟ أجابني متنهدا: نحن يا صغيرتي غبار النجوم ونواح السهر، نحن قهقهة الشمس وعويل الشجر، نحن رقصات اللحود المترنحة، نحن النظرات الثاقبة وشذا الأصوات، نحن موت في حياة، ووجود معدوم الإعراب، معفى من السكون ولا يعم صداه إلا في الضجيج، مرفوع رغم الكسر والهمز، منصوب لكل من هب ودب، منصوب بضاعة للحنين المترامي على تخوم الطرقات، منصوب بضاعة للأنين المتنكر في بسمات. نحن كلمات مصفدة على أطراف اللسان. اكتبينا إذن كي نكون، كي نكون وتترك لنا الشمس نصيبا من نورها، كي توقع اسمنا على أديمها الغيوم. اكتبينا كي نحتل من الأغاني ما يركض في الفؤاد، ومن الألحان ما يكون الوسن للسهاد. اكتبينا كي نرسم الصرخة والشروخ، كي نميز الصمت من الجروح. اكتبينا كي نكون، كي نرتع في حلبات الجنون، كي نواعد السماء، كي نكون. نعم، جميل، جميل جدا هذا النص. شكرا. وحقيقة فجرت ينابيع الإبداع هنا. شكرا. في الاستوديو، ومن خلال ما كتبته ربما نصل إلى استنتاج أنك تحبين التأمل في البحر مثلا، أو السماء، أو هل تحبين التأمل في الطبيعة؟ كل عناصر الطبيعة تدعوني إلى التأمل، ولولاها لما كتبت هذه الخواطر مجددا. نعم. نعم، وستكتبين أكثر وأكثر وأكثر، وسيكون أنت تخصصك في الطب والعلوم، إن شاء الله سوف تكونين طبيبة تداوي الجراح إن شاء الله، وتكونين منها أفضل من قدمت تونس من المبدعين الذين يراوحون بين الأدب والعلم. أستاذة نجيبة، نشكرك مجددا على هذا الإبداع الذي زرعته في لجين، وأنت من أنجب الأساتذة، كنت أما لها، ورغم أن الطقس لم يكن مناسبا لكنك بذلت كل المجهودات في سبيل اصطحابها للإذاعة، وهكذا نريد أن يكون الأساتذة، ونريد من الشباب أيضا أن يتشجعوا ويقتدوا بك لجين. أعزائنا المستمعين، هكذا يمر الوقت سريعا ونصل إلى ختام هذه الحلقة من أنا أبدع، نلتقيكم على خير حال إن شاء الله مع إبداع آخر. أنا أبدع.